اعتدت عناصر نسائية ممن يعرفن بالزانبيات التابعة لميليشيات الحوثي على مواطنات من مدينة جبلة في محافظة إب بهدف السطو على منزلهن بالقوة. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الزينبيات الحوثيات وهن يعتدين على النساء ويهددنهن بالقتل في مسعى للسيطرة بالقوة على منزلهن الذين ورثنه عن والدهن. كما يظهر في الفيديو مسلحون حوثيون مساندون للزينبيات. القاضي جاي الان.